بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي اليومين الماضيين كنا نتكلم عن مسألة التوحيد في الحج، وتبين تحقيق التوحيد في الإعداد والاستعداد للحج، وفي الإحرام، وفي الطواف، وفي السعي، وفي الحلق. الحاج إذا كان متمتعا فإنه بعد أن ينتهي من عمرته يبقى بمكة يتعبد لله تعالى بسائر أنواع التعبدات المتاحة من الطواف والصلاة وتلاوة القرآن وذكر الله، وهو متحلل من الإحرام، ليس عليه شيء من المحظورات، وفي اليوم الثامن يحرم بالحج. اليوم الثامن يحرم بالحج. اليوم الثامن في سنتنا هذه هو يوم الأحد القادم. وأما من كان قارنا أو مفردا فإنه يبقى بإحرامه بعد أن يطوف للقدوم، إن كان طاف وسعى، وينتظر إكمال مناسك حجه الباقية، وتبقى عليه محظورات الإحرام لأنه لم يتحلل من نسكه، ولا يتحلل منه إلا في يوم العيد. الإنسان في اليوم الثامن من ذي الحجة، سواء كان متمتعا أو قارنا أو مفردا، فإن الحجاج يتجهون إلى منى، لكن المتمتع يحرم بالحج من منزله، من مكانه، ويعمل الأعمال التي عملها في الميقات من التنظف والاغتسال وإزالة أدرانه وتقليم أظافره وجز شاربه ونتف إبطه وحلق عانته، ما لم يكن عنده أضحية، والأضحية عبادة مستقلة لا علاقة لها بالحج، وليست هي الهدي، وإنما يذبحها الإنسان في بلاده. فإذا كان الحاج قد كلف أولاده ووكلهم بأن يذبحوا أضحيته، فإنه لا يأخذ في هذه الأيام شيئا من شعره ولا من بشرته شيئا حتى تذبح أضحيته، إلا مسألة واحدة، وهي حلق شعر الرأس في التحلل من الحج، فله أن يفعل ذلك ولو لم تذبح أضحيته، وليس له أن يأخذ من شعره في بقية جسمه أو أظافره شيئا حتى تذبح أضحيته. الإنسان بامتثاله لهذه المعاني ولبسه لإحرامه في اليوم الثامن هو عمل يتقرب به إلى الله، ويتبع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام
لما وصل مكة وكان قد أحرم قارنا وساق الهدي قال لأصحابه تحللوا بعمرة، وقال لو استقبلت من عمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا أحللت معكم. وهو عليه الصلاة والسلام بهذا يبين فضيلة التمتع، وأن من كان قارنا أو مفردا ولم يسق هديا فإن الأفضل في حقه أن يتحول إلى متمتع، وأما من ساق الهدي فإنه يبقى بإحرامه ولا يتحلل من نسكه حتى يبلغ الهدي محله، وبلوغ الهدي محله هو في يوم العيد وفي مكة، فالناس يتجهون إلى منى في اليوم الثامن، والذهاب إلى منى من سنن الحج وليس من الواجبات. وربما بعضكم الآن في نفسه أن يسأل سنذهب إلى عرفات ولا نذهب إلى منى، ما حكم حجنا؟ نقول صحيح، لكن فاتتكم فضيلة وهي الذهاب إلى منى والبقاء بها إلى صبيحة اليوم التاسع، فإن هدي رسولنا صلى الله عليه وسلم أنه ذهب ضحى اليوم الثامن إلى منى وصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، يصلي كل صلاة في وقتها ويقصر الرباعية ركعتين، الظهر في وقتها ركعتين والعصر في وقتها ركعتين والعشاء في وقتها ركعتين، فلا يجمع وإنما يقصر لأنه مستقر. يعمل الإنسان هذا العمل ويؤدي هذه الأعمال من الانتقال إلى منى والاستقرار بها والانشغال بالتلبية من حين إحرامه وهو يلبي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، يؤدي هذه الأقوال وهو بها يعلن التوحيد، بمعنى أن انتقاله من مكة إلى منى من أجل طاعة الله، وأن بقاءه بمنى وأداؤه للصلوات فيها إنما هو الطاعة لله، وهذا هو الانقياد لأمر الله، وهذا هو التوحيد لله. فلا يعمل هذه الأعمال على أنها روتين أو على أنها عادات أو على أنها مراسم، لا، يعملها وهو يقصد بهذا العمل ما يترتب عليه من الأجر من الله تبارك وتعالى، ولسانه منشغل مع قلبه بتعظيم الله وإجلال الله، فهو لا يفتر عن التلبية طيلة هذه المدة، ثم ينتقل في صبيحة اليوم التاسع عند شروق الشمس يتجه إلى عرفات وهو مشغول بالتلبية، والرجال يرفعون أصواتهم بها ليشهدوا ما حولهم ومن حولهم من البشر والملائكة والجمادات من الأشجار والأحجار والهواء والشمس وغيرها، يشهدون لكم بالنطق بهذه الكلمة، لكن المهم هو أن تفهموا معناها لأنها تعهد، أنت أيها الملبي تتعهد
بتعهد معين، وهو أنك تكون مستمرا إلى أن تلقى ربك على تنفيذ أوامر الله والابتعاد عن نواهيه، وأنت تقول لبيك يا الله، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، تلتزم بهذا المعنى. وأنت تقول لربك جل وعلا: أنا لا أخلط بين الأمور، وإنما أعمل الأعمال كلها لك أنت يا الله، فلا أقصد بعبادتي محمدة الناس، ولا أخذ الصور التذكارية، وإنما أعمل هذه الأعمال من أجل تحقيق مرضاتك والفوز بجناتك. فهذا هو الهدف. ولهذا ينبغي أن يكون الإنسان في حال هذه التلبية مستحضرا لعظمة الله تبارك وتعالى، ومنشغلا بالله جل وعلا، لا أن يكون مشغولا بالقيل والقال والضحك والمزاح والتعليقات على ما يراه من مشاهد من أحوال الناس، أو ينشغل بالتصوير والتدخين، ويكون غايته وهدفه من الإتيان لهذه المشاعر هو أن تلتقط له صورة حتى يعرضها على زملائه وأصحابه ويجعلها للذكريات. يا مسكين، هذا هو هدفك من الحج، وهذه هي غايتك من أداء هذا النسك. أنت تحملت أعباء كثيرة ومشاق من أجل أن تلقي عن نفسك بالذنوب والآثام، وتخرج كيوم ولدتك أمك نقيا سليما ليس بك بأس. أما إذا كان هدفك هو التقاط الصور فلم تغير شيء، لأن هذه الصور ستقدمها للناس ليتفرجوا عليها، فغايتك وهدفك هو أن يراك الناس ويثنوا عليك، ولم تقصد ربك بهذه العبادة. وهذا متردد بين أن يكون شركا أو رياء، وهو أقل الأحوال. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الخفي. يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل. فالإنسان الذي يذهب للصلاة لله ولما رأى أحدا ينظر إليه زين الصلاة، الله تعالى لا يريد هذه الصلاة ولا يقبلها. ويقول: أنا أغنى الشرك عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي في غيري تركته وشركه. فلا بد أن يكون الإنسان مستحضرا من يعبد، وفاهما لكيفية العبادة ومغزاها وهدفها، لا أن يكون الإنسان يؤدي هذه الأعمال والحركات على أنها طقوس وعادات يؤديها الناس فيعملها مثلهم، وإنما تكون كل حركة منه وسكون يدرك أنها عبادة يتقرب بها إلى ربه جل وعلا. فإذا وصل الحاج إلى عرفات فإن ذاك اليوم هو أعظم الأيام. ذاك اليوم هو يوم يباهي الله تعالى بالحجاج ملائكته، يفتخر بهم
ويثني عليهم ويقول: عبادي أتوني شعثا غبرا ضاحين يرجون رحمتي ولم يروا عذابي، أشهدكم أني قد غفرت لهم. نسأل الله الكريم من فضله. الوقوف بعرفة معناه أن يكون الإنسان موجود داخل حدود عرفة، وعرفة لها علامات ولوحات في جميع الجهات محيطة بها، لا بد أن يدخل الإنسان إليها، فإن كان خارج عرفات ولو بشبر ولم يدخل داخل عرفات فلا يعتبر حج، لأن الوقوف بعرفة ركن عظيم من أركان الحج، ومن فاته يوم عرفة فاته الحج، فهو الركن الأعظم. والوقوف بعرفة معناه أن الإنسان يجلس في عرفة متجها إلى القبلة وينشغل بذكر الله، هذا معنى الوقوف، وليس معناه أن يكون قائما على رجليه، وإنما معناه أن يكون منشغلا بالدعاء في هذا اليوم. ونبينا صلى الله عليه وسلم لما صلى بالناس الظهر والعصر جمعا وقصرا وكان قد علمهم المناسك قبل الصلاة، اختار له موقعا خلف جبل إلال الذي يسميه الناس جبل الرحمة، ووقف وراءه واستقبل القبلة وجلس على راحلته يدعو الله تعالى ويثني عليه ويكبره ويحمده ويعلم الناس ما يشكل عليهم. قال عليه الصلاة والسلام: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، وارفعوا عن بطن عرانة. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: أنا اخترت هذا المكان، لكن ليس معنى هذا أنه أحسن من غيره، بل هو وغيره سواء. فعرفة كلها محل الوقوف. الوادي الذي بين عرفة والحرم ليس من عرفة ولا من الحرم، وهو وادي عرنة، عليه كباري وجسور وعليه لوحات تبين أنه خارج حدود عرفة، فهذا لا يصلح أن يقف فيه الإنسان، بل لا بد أن يدخل. ومسجد نمرة الذي يصلي به الإمام صلاة الظهر والعصر هو مكان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مقدمه خارج عرفة ومؤخره داخل عرفة، فقسم منه داخل عرفة ويصح الوقوف فيه، وقسم منه خارج عرفة ولا يصح الوقوف فيه، فلو أن إنسانا وقف فيه لم يصح حجه، ووضع عليه علامات داخل المسجد. أقول إن الوقوف بعرفة بهذا الشعور الذي ينتاب المسلم، وهو استحضاره لعظمة من يناجي، هو من تعظيم الله ومن توحيد الله. ويكون الإنسان في هذه الفرصة التي يقف فيها بعرفات، وهي ساعات قليلة معدودة، يجب أن تستغل في أشرف الأمور وأعلاها وأغلاها، وهو حسن المناجاة لله بالدعاء. الصلاة تجمع وتقصر لأجل التفرغ للدعاء، افهموا هذا المعنى. صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر على ركعتين،
جمعهما ثم اختار الموقع الذي جاء اختاره للوقوف فيه، واستمر في الوقوف إلى أن غربت الشمس وهو يناجي ربه. وكان عليه الصلاة والسلام يكثر من الدعاء ويكرره ثلاثا، وقال عليه الصلاة والسلام: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. هذا خير الدعاء، هذا هو التوحيد، هذا هو التوحيد. ويدعو الإنسان بما يحتاجه من أمور دينه ومن أمور دنياه. وأفضل الدعاء ما جاء في القرآن وما جاء في السنة عن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. فيدعو الإنسان لنفسه ولوالديه وذريته وإخوانه وأقاربه وأمته الإسلامية، يدعو لهم بمجامع الدعاء، فيجمل في الطلب ويلح في الطلب. النبي عليه الصلاة والسلام نبهنا إلى نقطة لنكون على فهم وإدراك وحذر. يقول عليه الصلاة والسلام: ما رؤي الشيطان هو فيه أحقر ولا أذل ولا أصغر مما رؤي يوم عرفة إلا ما رؤي يوم بدر، وذلك لما يرى من كثرة تنزل الرحمة والعتقاء من النار. إبليس عليه لعنة الله إذا رأى أولاد آدم يعتقون من النار يتحسر ويقول: هؤلاء انفلتوا من يدي. وهو توعد أولاد آدم بأن يغويهم وأن تكون الأكثرية معه، فإذا رأى أحدا نزلت عليه الرحمة يتحسر ويبكي ويتألم ويقول: هؤلاء أفلتوا مني. فأنت أيها الإنسان صنف نفسك، هل أنت تريد أن تفلت منه أم أن تكون معه وتستمر في الامتثال لتعليماته؟ هنا المحك والفرصة العظيمة والسانحة في يوم عرفة. فلا يصلح أن الناس ينشغلون بفضول الكلام فضلا عن أن ينشغلوا بالمحرمات من تدخين أو غيبة أو إيذاء أو سب أو نحو ذلك. يجب على الإنسان المسلم الذي أكرمه الله وفضله ويسر له الوصول إلى هذا المكان أن يستغل الفرصة. لما سمع أحد اليهود قول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، قال للصحابة يسخر منهم: لو أن هذه الآية نزلت علينا معشر يهود لجعلنا اليوم الذي نزلت فيه عيدا. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: والله إني لأعلم متى نزلت وأين نزلت، نزلت يوم عرفة بعرفة، وهو يوم الاجتماع الأعظم لأمة الإسلام، حيث يجتمع الناس ممثلين لجميع أجناس البشر
في هذا المكان بهيئة واحدة، الزي واحد، الهدف واحد، الكلام الذي يردد واحد، لا يختلفون، أفريقي وآسيوي وأوروبي وشرقي وغربي وشمالي وجنوبي، مختلفة اللغات لكن الكلام الذي يردد واحد، كلهم يتكلمون كلاما واحدا، وملابسهم واحدة، وهيئتهم واحدة، وأعمالهم واحدة، ويتحركون تحركا موحدا. فما نحن عليه نحن أهل الإسلام هو خير وأعظم مما ذكره ذلك اليهودي، بل جعلناه في أعظم يوم يمر على البشر في السنة، وهو يوم عرفة، اليوم الذي يباهي الله تعالى بالحجاج ملائكته، ويعتق في ذلك اليوم من الخلق من النار، يعتقهم من النار ما لا يحصيه البشر. فينبغي على العقلاء أن يدركوا أهمية ذلك اليوم، ولا ينشغلوا بالتجوال في الشوارع والذهاب إلى جبل الرحمة، فليس له فضيلة وليس له مزية وليس لصعوده معنى. لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صعد عليه، ولم يرد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم صعدوا عليه، ولم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالصعود عليه، فلا معنى لهذا، وليس فيه عبادة، إنما العبادة هي الوقوف بعرفة والإقبال على الله وحسن الدعاء والمناجات في أي مكان من عرفات. تجلس في خيمتك وتستقبل القبلة وتكون على طهارة وتدعو الله تعالى بما تحب، هذا هو الوقوف بعرفة، وليس مطلوبا أن تكون قائما في الشمس، لا، استظل بخيمتك واجلس واجعل وجهك نحو القبلة واستحضر عظمة ربك، وادعو بما شئت من خيري الدنيا والآخرة، ولكن أفضل الدعاء وخير الدعاء هو لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. فعظموا ربكم ووحدوه في كل حركة وسكون. يبقى الإنسان على هذا الأمر حتى تغرب الشمس، فإذا غربت الشمس يتجه الحاج إلى مزدلفة، ولا يخرجون من عرفة قبل الغروب. ملاحظة في هذا، المشركون قبل الإسلام كانوا ينصرفون من عرفة بعد العصر قبل أن تغرب الشمس، فالنبي عليه الصلاة والسلام خالفهم وجعل الانصراف من عرفة بعد الغروب، ولا بد أن يدرك الحاج شيئا من الليل وهو بعرفة، فيمضي عليه ولو لحظات، ولو دقيقة أو دقيقتين أو أكثر، فلا يتحرك من عرفة قبل أن يكتمل غروب الشمس. هذا أخذ منه أهل العلم على أن هدف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تكون أمته أمة مستقلة وليست تابعة، فأمة الإسلام هي أفضل الأمم، وهي تتبع ولا تتبع، فدينها خير دين ونبيها خير نبي، فلا يشبه غيرهم ولا تتوق نفوسهم إلى التشبه بغيرهم. فرفض رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تكون أمته تابعة لغيرها، وإنما أرادها أن تكون معتزة بدينها ومحافظة على أحكام شريعة ربها جل وعلا. فيخرج الإنسان من عرفات
طاعة لله واتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد غروب الشمس، ويخرج الإنسان بسكينة ووقار. الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم لما دفع من عرفات كان يمسك زمام ناقته القصوى ويشير للناس بيده: السكينة السكينة السكينة. سبحان الله، كأنه ينظر إلى حال الناس اليوم. تلاحظون الناس عند الانصراف من عرفات يصابون بشيء من الاستعجال والرغبة في الانطلاق، لكن معلم الناس الخير عليه الصلاة والسلام علمهم أن يهدأوا، لأن هذا الاستعجال ربما يربك ضعيفا أو كبيرا أو عاجزا فيسقط فيدهسه الناس. فإذا مشوا بسكينة انتبهوا لأنفسهم وانتبهوا لغيرهم، فلا يلحق أحدا ضرر من الذين يتبعونه أو يسيرون بجواره، سواء أكانوا على المركبات أو كانوا على الأقدام. فالإنسان لا بد أن يراعي حال إخوانه، وأن يعلم الإنسان أن جميع من يحيط به إنما هم إخوانه، يريدون ما يريد ويعملون ما يعمل، فلما تستأثر أنت وتريد أن تهدر حقوق غيرك؟ بل يجب عليك أن تراعي حق الآخرين وأن تعطف عليهم، ولا تكون مصدر إزعاج أو ضرر أو إيذاء، بل المؤمنون إخوة، وهذه الأخوة تستدعي أن تشعر بمشاعرهم وأن تراعي أحوالهم وأن تدرك أن ما تطلبه هم يطلبونه وما يؤلمك يؤلمهم. فكونوا عباد الله متعاونين على إتمام هذه العبادة بالصورة التي ترضي الله ولا ينتج عنها أذى أو ضرر، طاعة لله تعالى وتقربا إلى الله. الرسول صلى الله عليه وسلم غادر عرفات متجها إلى المزدلفة، وكان يسير العنق يعني ببطء، فإذا وجد فجوة نص، يعني إذا وجد متسع أسرع، وإذا كان أمامه زحام حاسب مشى بهدوء. وهذا هو الخلق المثالي الذي يجب أن يكون عليه المسلم في كل أحواله، سواء كان في مناسك الحج أو في غيرها، لا يضايق الناس ويساعد على خلق الأزمات وإحداث الإرباك. فلما وصل إلى المزدلفة عليه الصلاة والسلام كان أول عمل يعمله هو أن أمر بالأذان فأذن، ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب 3 ركعات، ثم أقيمت الصلاة وصلى العشاء 2 ركعات جمعا وقصرا للعشاء قبل أن يحط رحاله، ثم بعد ذلك حط رحلة واستراح في مزدلفة ونام فيها. هذا العمل وهو أن يجلس في مزدلفة وينام فيها هو عبادة لله. فأنت عندما تصل إلى مزدلفة لا تظن أن المطلوب منك أن تقوم تصلي الليل، بل المطلوب منك أن تنام. الوتر هل هو مشروع؟ نعم مشروع،
لكن ليس كحال الإنسان في الظروف العادية يكون فيه قيام لليل. فإنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك الوتر وركعتي الفجر لا في سفر ولا في حضر. ولم يرد عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى في مزدلفة قيام الليل. فأخذ العلماء من هذا أنه صلى صلاة خفيفة من قيام الليل وهي الوتر من دون أن يحيي ليله، فلو أحيا ليله لنقل ذلك واشتهر وهو على مرأى من الناس، لكنه لم يترك الوتر لا في سفر ولا في حضر. ثم بعدما طلع الفجر صلى في أول وقتها، وقام عليه الصلاة والسلام مستقبلا القبلة يدعو الله تعالى، وهذا من التوحيد. حتى أسفر جدا ثم أمر أصحابه بأن يدفعوا من المزدلفة إلى منى، وهذا على خلاف ما كان عليه المشركون في الجاهلية، فإنهم كانوا لا يدفعون من مزدلفة إلا بعد طلوع الشمس، وكان قائلهم يقول أشرق ثبير كيما نغير، وثبير الجبل المحيط بمزدلفة يرون الشمس تسطع فيه أول ما تطلع، فإذا بان ضوء الشمس منه أغاروا على منى. أما سنة نبينا صلى الله عليه وسلم فإن الدفع من المزدلفة بعد صلاة الفجر وقبل طلوع الشمس. تفصيلات الأحكام في هذه المسألة، وهي ما مقدار المبيت بمزدلفة ونحوه، قد نتناوله في جلسات أخرى، لكن أقول بإيجاز إن الفرض الواجب على الإنسان أن يبيته بمزدلفة هو أن يبقى إلى نصف الليل، وبعد منتصف الليل يدفع من كان معه ضعفة من مسنين أو مرضى أو نساء أو أطفال، يدفع بعد منتصف الليل، والأولى أن يكون عند غروب القمر حدود الساعة الثالثة. وأما من ليس كذلك فإنهم يبقون بمزدلفة ويصلون بها الفجر ثم يدعون بعد ذلك ثم يدفعون. والنبي عليه الصلاة والسلام كان قد كلف ابن عباس رضي الله عنهما أن يدفع عند مغيب القمر بضعفة أهله إلى منى. وفي هذا يقول ابن عباس رضي الله عنهما: كنت في من قدم النبي صلى الله عليه وسلم في ضعفة أهله بالدفع من مزدلفة قبل الفجر. وإذا كانت الحافلة فيها أناس ضعفة وفيها أناس أقوياء فيأخذ الأقوياء حكم الضعفة، ولا نقول هؤلاء ليس لهم رخصة وأولئك لهم الرخصة، نقول لا، بل إنهم يأخذون حكما واحدا ويدفعون مع من معهم من الضعفة. هذه الحركات وهذه التصرفات التي يعملها الحاج هي انقياد لله واتباع لأمر الله واقتداء بنبي الله عليه الصلاة والسلام. الإنسان إذا وصل إلى منى يكون معه سبع حصيات، وهذه الحصيات تسمى حصى الخذف، والخذف هو نوع من طرق الرمي بالحجارة، أن يضع الإنسان حجرا بمقدار حبة الفول على ظفر إبهامه ثم يدفعه من فوق السبابة ليصل إلى الهدف الذي يريد. هذا المقدار هو الذي
يرمى به في الجمرات، فيأخذ الإنسان 7 حصيات من مزدلفة أو من طريقه إلى منى أو من منى. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر الفضل بن عباس أن يلتقط له حصى الجمار 7، واتجه إلى جمرة العقبة فرماها 7 يرفع يده مع كل حصاة ويكبر. وهنا ندرك معنى أنه يوحد الله، فالإنسان عندما يرفع يده مع كل حصاة في مكان واحد ويرمي بها في مكان واحد، إنما هو يعبد الله وهو يقول الله أكبر. وهذا ينبغي أن يفهمه أهل التوحيد، وهو أن هذا الرمي هو انقياد واستسلام لله. وبعض الجهال يأتي بحجر كبير أو بالحذاء أو بالمظلات ويرمي بها، وهو يعتقد أنه يضرب إبليس. الذي يعمل هذه الأعمال يرضي إبليس ويفرحه، لأنه أفسد عبادته وهذا هدف إبليس. أما الذي يأخذ الحجر بالمقدار الذي رمى به محمد صلى الله عليه وسلم ويرمي به وهو يقول الله أكبر، هذا هو الذي يغضب إبليس. فإذا عبدت الله على بصيرة غضب منك الشيطان، وإذا عبدت على هواك فرح بك الشيطان، لأنك خالفت أمر الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار والنحر لأجل ذكر الله، أي التعبد لله بالذكر، ومنه أن تقول الله أكبر، فهو أكبر من الشيطان وأكبر من السماوات والأرضين وأكبر من هذا الكون كله. فاعبد على الطريقة التي أمرك الله تعالى بها. إذا رمى الإنسان الجمرات فإن المشروع في حقه حينئذ أن ينحر هديه، ونحر الهدي نسك عظيم، إزهاق للدم، وذبح لحيوان من إبل أو بقر أو غنم قربه لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فأنت تذبح لله، لا تذبح للصنم ولا للجن، وإنما تذبح لمولاك جل وعلا. فالذبح حينئذ يكون لله، وهذا التوحيد. وقد قال تعالى فصل لربك وانحر، أي وانحر لربك. فالمطلوب منك أن يكون ذبحك لله، لا كما يذبح عند الأضرحة وعند القبور وعند الأولياء بطلب المدد والعافية والقرب منهم، أو ما يذبح للجن ونحو ذلك، فهذا كله من الشرك بالله. الله تبارك وتعالى بيّن لنا هذه المناسك في كتابه، فقال تعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب.
واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. هذه المواقف التي ذكرها الله جل وعلا وهو ينبهنا في كل موقف أن نكثر من ذكر الله وأن نكثر من الاستغفار وأن نكون على حال من المراقبة الشديدة لأعمالنا وتصرفاتنا وتقوانا لله. والله تبارك وتعالى نبه إلى أن الإنسان لا بد أن يتم مناسكه لله، فقال وأتم الحج والعمرة لله، كما ذكر جل وعلا في سورة الحج عندما أمر إبراهيم عليه السلام أن يؤذن في الناس ويأتيه الناس من كل فج عميق، قال جل وعلا ليشهدوا منافع لهم. ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، ذلك ومن يعظم حرمات الله. وهذه نقطة مهمة، تعظيم حرمات الله أمر مهم، فهذه المشاعر التي تتنقلون فيها كلها من حرمات الله. ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم، ثم قال فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. وهذا نوع تربية وتنبيه للإنسان الحاج أن يكون مجتنبا في بقية حياته للأوثان والبذيء من الكلام والفعال. حنفاء لله أي ملتزمين بلا إله إلا الله، مائلين عن الشرك، غير مشركين به، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فإلهكم إله واحد فله أسلموا، وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، والصابرين على ما أصابهم، والمقيم الصلاة، ومما رزقناهم ينفقون. والبدن، والبدن جعلناها لكم من شعائر الله، وهي الإبل، جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير، فاذكروا اسم الله عليها صواف، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. ثم انتبهوا، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله ماذا؟ التقوى منكم. وهذا المغزى وهذا الهدف من هذا النسك هو أن تخرجوا بالتقوى، أن تتقوا الله في أعمالكم وتصرفاتكم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من المحسنين. هذه الآيات العظيمات مدرسة
للإنسان ينبغي أن يقرأها ويحفظها ويطبق نفسه، ولا يكون عندما ينتهي من الحج يعود أنه حج بس. لا، أنت الإنسان عندما تنتهي من الحج أنت غير الإنسان الذي جاء للحج، وأنت غير الشخص الذي غادر أهله. لا بد أن تكون أنت الآن ولدت، وعندما ولدت ليس فيك شيء من السوء، نقي وسليم، فتحافظ على هذا النقاء ولا تعود لما كنت عليه في السابق من تكاسل في أداء الواجبات أو جرأة على المحرمات أو خلل في العقيدة، فتكون كالتي ذكر الله جل وعلا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. وإنما حافظ على هذا النقاء وعلى هذا الصفاء وعلى هذا الصلاح وعلى هذا التقاء الذي خرجت به من هذه المدرسة، مدرسة الحج، وأنت تتعبد لله مخلصا له الدين، لا تشرك في عبادة الله ولا تجرؤ على محارم الله، وإنما تستقيم على أمر الله لتحقيق مراد الله، فتحصل على محبة الله فيحبك الله، وهذا غاية ما يتمناه المرء. نسأل الله جل وعلا أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وأقاربنا والمؤمنين. ونسأله تعالى أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يصرف عنا وعنهم كل شر وبلاء وفتنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.